علي العلم. شباب يعاني من حياته. نفس الكل شباب وشابات، سلطه محليه، سلطه جهويه، الساده الامنيين، الحمايه، حراس الشرطه، ديوانه، سجون واسلاح وجيش وطني. رحبوا الترحاب العار بالسيد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضه على موافقته على الاشراف ووضع التظاهره تحت اشرافه. وفي ولايه سوسه بصفه عامه يعني من خلال تواجدنا رسالة للأمل وللحياة وللشباب في كل ربوع تونس وبخصوص المواطنين في سوسة بكل مواطنين في سوسة. أول البرنامج الوطني هذا يجي في إطار مشاركة وزارة الشباب والرياضة جملة عدة وزارات أخرى في مقاومة ظاهرة الإرهاب عبر الثقافة، عبر الرياضة، عبر الفكر، عبر الخطاب المتسامح. طبعا كان السيد رئيس الحكومة منذ شهر نوفمبر دخلنا في هذا البرنامج الاستثنائي، واليوم نحن بصدد تنفيذه وسيتقاطع حتى مع البرامج الصيفية خلال هذه الصيفة. القصد هو مساهمة عدة وزارات من خلال المنظومة التربوية والثقافية في دحر ظاهرة الإرهاب. برنامج وزارة الشباب والرياضة ينضوي على 3 محاور كبرى، كان هو برنامج وطني ينفذ في كل ولاية الجمهورية. برنامج أول هو سفراء شباب من أجل الوطن، اللي بالأساس يمر عبر تكوين مجموعة من الشباب في كل دور الشباب بكل ولاية، يكون هما الدور الريادي والقيادي عندهم في التعريف ببرامج وزارة الشباب والرياضة، ثم في تبليغ صوت التسامح للشباب، لأنه حينما يكون الرسالة من الشاب إلى الشاب أفضل من أن تكون من المسؤول إلى الشاب، وهذا هو الغاية. البرنامج الثاني هو إعلاميون شباب من أجل الوطن. هو عندنا تجربة هامة اللي هي تجربة راديو ويب وصحافة المواطنة في دور الشباب، فحبينا من خلال هذا البرنامج نخلي الشباب أنفسهم يتنقلوا وينجزوا تقارير وينجزوا ومضات إشهارية حول القطاع بصفة عامة والبرامج ومقاومة الظاهرة الإرهابية. والبرنامج الثالث هو رياضيون شباب من أجل الوطن، اللي هو يجي في نفس الإطار. هذه دورة كبرى بين كل جمعيات دور الشباب وكل من له رغبة في ممارسة الرياضة الجماعية وخاصة رياضة كرة القدم في دور الشباب. مرينا بتصفيات جهوية، محلية، إقليمية، ثم تكون هناك تظاهرة وطنية. هي تظاهرة كبرى سميناها ميغافوت أو رياضيون شباب من أجل الوطن، اللي باش تكون الغاية متاعها أنه كل دور شباب لمدة تقريبا 4 أو 5 أشهر كل على وقع الرياضة، ونستقبل أكثر عدد ممكن من الشباب اللي يشارك في تظاهرات رياضية. طبعا اليوم احنا في سوسة هي محطة من جملة محطات. سوسة احتضنت عبر تقريبا 6 أشهر عديد المحطات الأخرى في كل دور الشباب، سواء منها القارة كما كودا كما سوسة اليوم، عديد دور الشباب الأخرى أو المتنقلة من خلال تنقلنا داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الريفية في بعض الأحيان لتعريف برنامج وزارة الشباب والرياضة. وأيضا كانت مناسبة لتوزيع بطاقة الشاب اللي هي منتوج هام عملت عليه الوزارة لمدة تقريبا سنة لأجل أن تمتع شباب تونس اللي عمره بين 15 و35 سنة بامتيازات في الصحة. راهي الصحة اليوم تنجم منظومة الخط الأول نعاود ونقول راهي مجانية للشباب في إطار برنامج بطاقة الشاب، ثم في إطار التنقل عنا 25%. مازال عنا عديد الاتفاقيات اللي برمناها حتى مع القطاع الخاص، كنا برمنا اتفاقيات مع بعض الشركات الخاصة من غير ما نذكرها باش ما نعملوش ببليسيتي، ولكن اللي يحب ياخو كل ما يتعلق ببطاقة الشاب ينجم يدخل على الموقع الخاص بوزارة الشباب والرياضة ويلقى الامتيازات لفئة شاب تونس. مازلنا متواصلين، عنا أنشطة كبيرة، عنا أنشطة شبابية صيفية إن شاء الله باش تشمل هذه السنة. عم ناول وصلنا 50,000 شباب، ورقم يحقق لأول مرة في تاريخ تونس شباب توانسة من كل مناطق وخاصة المناطق الداخلية ومناطق ذات الكثافة السكانية العالية متواجدين في كل المراكز الشبابية في تونس. اليوم نطمح لأنه هذه السنة نحقق 75,000 شاب، وعنا عديد البرامج في التربية، في المواطنة، في القيادة، في اللغات، في الأنشطة الصيفية. كل البرامج إن شاء الله بتكون موضوع مجلس وزاري مع سيد رئيس الحكومة يوم 9 جوان، باش نخصص لها اعتمادات تونس تقريبا 3.5 مليون دينار لفايدة شباب تونس حتى تكون هذه السنة
هي سنة أخرى لأجل شباب تونس. سنة فيها برامج جديدة ومتنوعة وثرية، وسنتقاطع طبعا مع كل البرامج. عنا حوار مجتمعي حول الشباب، عنا توزيع بطاقة الشباب سيكون على امتدادات السنة، ولذا أنا نعتبر سنة 2015 وسنة 2016 هي سنة الشباب بامتياز. نشوفوا الأمن متواجد في تظاهرة فريدة من نوعها، في تظاهرة أولى أو نسخة أولى للشباب. نشوفه متواجد في يعني حملة قام بها كما اليوم، حملة وزع الورود على المواطنين عن يعني وخرج من سيارة الأمن. هي بادرة طيبة، وإحنا كنا معناتها مبادرين مع مركز الشباب، فهمتني، حبيناها تكون معناتها ترجمه للعمل الامني الميداني والامني، فهمتي، الفعال معناتها في التنشيط الثقافي وفي معناتها في الحراك المجتمعي، فهمتني، بصفه عامه حبينا نكونوا اقرب. واحنا ديما ما نسعى للمصالحه مع مكونات المجتمع المدني، واتتنا الفرصه ما حبيناش نفوتها، وكنا فاعلين يعني فاعلين بالتغطيه الامنيه اللي احنا متعودين بها في كل الانشطه الثقافيه والرياضيه وغيره، فهمتني، وكل المواكبات معناتها المواكبات لكل الانشطه حتى الانشطه السياسيه وزيارات. اليوم حبينا نكون واحنا فاعلين معناتها من قلب الحدث نغطيو اون بليس. احنا بدينا فهمتي كنا مبادرين وكنا وبارك الله فيهم، زاد تم تكريمنا تم من قبل معناتها الفاعلين الاصليين فهمتي للتظاهره هذه، فهمتي، وهذا نجم نقوله معناتها عاشك الله يخليك.